يصل الآن السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية إلى جامع الأفرم بدمشق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سوريا وشعبها وجيشها وقائدها بالخير واليمن والبركة. استووا إلى الصلاة أثابني وأثابكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة في كل مكان، وقد أدى السيد الرئيس بشار الأسد مع المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الأفرم بدمشق، مؤتما بفضيلة الشيخ الدكتور حسان عوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله وبحمده بكرة وأصيلا. لك الحمد إلهنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف ربه بصفاته، ومن دعاه بأسمائه، ومن تقرب منه بذكره، ومن توسل إليه بأنبيائه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أفضل من حج واعتمر وصلى ونحر. فصل اللهم على سيدنا حبيبنا محمدٍ وآله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيها الأحبة، نحن في يوم له مكانته في هذا الوجود، تحتفل الأمة بهذا اليوم من أقصاها إلى أقصاها. يوم عظيم، عيد جليل، بيّن الله تعالى قدره وأظهر فضله، لذلك تحتفل الأمة تعظيماً وتكريماً لذاك الركن الذي هو من أركان الإسلام، ألا وهو الحج الذي يجمع الناس من مشارق الأرض ومغاربها ليقولوا كلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لما جاءوا إلى عرفات ووقفوا ليؤدوا فريضة الحج، كانت أرواحنا معهم وكانت قلوبنا واقفة معهم. لذلك القلوب المؤمنة تهفو إلى البيت الحرام، والحسنة فيه بمئة ألف حسنة، والعيون الخاشعة
تهفو وترقب رؤية الكعبة المشرفة لأنها تريد دعوة مستجابة. وأما تلكم الأرواح الطيبة التي تحن إلى الروضة حبا لرسول الله وطمعا في شفاعته يوم القيامة، أيها الأحبة، إن هذا اليوم يذكرنا بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما رفع القواعد ومعه إسماعيل عليهما السلام، أرسل دعوة إلى السماء وهو يرفع البناء، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما وقف نبينا الحبيب في عرفات كان ذلك تجسيدا لهذه الدعوة، وكان استجابة لأبيه إبراهيم عليه السلام. فعندما وقف نبينا في عرفات وقف ليعلم الإنسانية حقوق الإنسان قبل كل أحد، ووقف ليبين مبادئ الشريعة ومبادئ الإسلام، ووقف ليظهر للبشرية مكارم الأخلاق وتلكم القيم والآداب. فخاطب الناس وما زال خطابه قائما، قال لهم مع اختلاف أجناسهم ولغاتهم وانتماءاتهم، خاطبهم خطابا واحدا: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقون ربكم، ألا قد بلغت، اللهم فاشهد. أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا. ثم قال: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم النساء بكلمة الله، اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال لهم: أيها الناس، إنكم ستسألون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. فما كان من حبيبنا إلا أن أشار بسبابته إلى السماء ثم إلى الناس قائلا: اللهم اشهد. أيها الأحبة، نبينا المصطفى حبيبنا المرتضى لا غنى لنا أن نناجيه، نناجيك يا رسول الله، ولكن عذرا يا رسول الله، غيروا دينك بإجرامهم وبدلوا شريعتك بإرهابهم وحرفوا هذه الشريعة السمحاء بتطرفهم، لا ينتمي إلى دينك يا رسول الله مجرم أو مخرب أو مفجر أو قاتل أو متطرف أو متشدد. بأبي أنت يا رسول الله، يا خطيب عرفات، ما أحوجنا اليوم إليك، لأنك علمتنا أن نقارع بالحجة والحوار لا بالقوة والإجبار، لأنك علمتنا أن نتمسك بالنقل والتفكير لا بالجهل والتكفير، لأنك يا رسول الله أمرتنا أن نسعى إلى الأمن والأمان والاستقرار لا إلى القتل والتخويف والدمار. إذن نحن يا رسول الله أحوج ما نكون إلى سنتك وشريعتك وسيرتك وشمائلك، لأنك علمتنا أن الأخلاق محمودة وأن الرذائل مرفوضة، علمتنا أن القوة والحق والشجاعة مطلوبة، وأما التخاذل والاستسلام فهذا خيانة كبرى. علمتنا يا رسول الله أنه هناك مودة ومحبة وتعاون بين الإسلام
والمسيحية ولا حرج فيما بين ذلك. علمتنا يا حبيبنا أن الإسلام كرم المرأة وأعزها ورفعها، فالمرأة هي الأم الحنونة والأخت الشفوقة، وهي البنت الرؤوفة والزوجة الرقيقة، والمرأة العاملة الصبورة والداعية الصدوقة. واستوصوا بالنساء خيرا. فوقف حبيبنا عليه الصلاة والسلام من خلال هذه التعاليم وتلكم النقاط من أجل أن ننطلق في حياتنا، فهي دستور لنا. خطبته في حجة الوداع ما زال صداها في حياتنا وسيبقى إلى قيام الساعة. علمنا أن العروبة والإسلام جسد واحد لا ينفصلان أبدا. علمنا أنه لا أقلية ولا طائفية، فحارب الإسلام العصبية والطائفية، بل وحارب الجاهلية. وقال لأبي ذر لما عير بلالا: إنك امرؤ فيك جاهلية. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين لنا أن انتماءنا للإسلام لا يتعارض مع انتمائنا للوطن. إذن نحن في هذا اليوم المبارك نعيد فينا هذا الخطاب لنأخذ منه حياة نبوية، نصحح مسيرتنا ونحقق هدف وجودنا. إن عيد الأضحى أيها الأحبة يوحي لنا بالصبر والإيمان. فواجه سيدنا إبراهيم ابتلاءه بالإيمان، صبر على ذلك وقهر الشيطان بالعزم والإصرار. إن عيد الأضحى يعمق فينا التضحية ببذل الغالي والنفيس في سبيل عز الوطن وكرامة الأمة وسلامة البلاد وحفظ المجتمع والأسر. إن عيد الأضحى يؤصل فينا المعنى الحقيقي للإيمان، ليكون هذا المعنى حبا للوطن، وليكون حفاظا على ثرواته ونبذا للفساد والمفسدين، وليكون تكريما وتعظيما للشهداء، وليكون مواساة للجرحى وتخفيفا لآلامهم. سيدي الرئيس، أسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا بوجودك وأن ينفعنا في هذا اللقاء معك. سيدي الرئيس، القلوب التفت حول قلبك قلبا واحدا، والتفت الصفوف وراء قيادتك صفا واحدا. قدت هذا الوطن في أصعب الظروف والساعات، ثبت فثبتنا معك، وصمت فصمدنا بك. سيدي، نصرك الله ونصر بك الوطن نصرا عزيزا مؤزرا، أذهل الأعداء وأفرح الأصدقاء، وأنزل الملائكة من السماء للعروج بروح الشهداء. سيدي الرئيس، من تضحيات جيشنا العربي السوري الباسل الذي يخوض أعظم معركة يفخر بها، يحارب الإرهاب وداعميه من خلال هذه التضحيات، ولد الانتصار الذي نعيش نشوته تحت رايتكم. سيدي، من خلال معاناة الجرحى وآلامهم، ما داواها وما خففها إلا ما كان من حكمتك، وما كان من شجاعتك، وما كان من وفائك. سيدي، سر على بركة الله، فالله تعالى معك يؤيدك بتأييده، ويمدك بملائكته، ويوفقك لما فيه الخير. سيدي، الشعب معك يحبك بقلب يحب الوطن ويحبك. سيدي، الحق معك أينما توجهت، لأنك لا تسير إلا فيما يرضي الله.
ولأنك تبتغي وجه الله عز وجل، فأسأل المولى العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد وأن يجعلها في أمن وأمان. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله أمرنا بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا، تشريفا لقدر نبيه وتعظيما، وإرشادا لنا وتعليما، ونورا وخيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب رسول الله أجمعين، والتابعين وتابعين التابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا وإلهنا، بحق هذا اليوم المبارك الذي فرح الحجيج بأداء حجهم، بحق هذا اليوم المبارك الذي نلتقي فيه مع قائد بلادنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا حاجة إلا قضيتها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ألهمنا رشدنا، نعوذ بك إلهنا من شرور أنفسنا. اللهم وفق عبدك المؤمن السيد الرئيس بشار الأسد لما تحبه وترضاه، أره الحق حقه وارزقه اتباعه، والباطل باطلة وارزقه اجتنابه، أجر الخير على يديه، للبلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اجعله منارة للأمة في مشارقها ومغاربها يا مجيب الدعوات. نسألك النصر لجيشنا الباسل، أن تثبت أقدامهم، وأن تداوي جرحاهم، وأن تتقبل شهداءهم مع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلهنا، من أراد بنا وببلادنا وبقيادتنا وبحياتنا وبما يتعلق بوطننا خيرا، وفقه لكل خير وسدد خطاه، ومن أراد غير ذلك خذه أخذ عزيز مقتدر. توكلنا عليك، فوضنا أمرنا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا وللحاضرين ولمن له حق علينا إلى يوم الدين. اللهم احفظ البلاد والعباد، واجعلها في أمن وأمان ورخاء وسخاء، إنك على كل شيء قدير يا مجيب الدعوات. بحق النبي العظيم الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، وقد استمع السيد الرئيس بشار الأسد والمواطنون المشاركون معه في صلاة عيد الأضحى المبارك إلى خطوتي العيد من فضيلة الشيخ الدكتور حسان عوض. ويتقبل الآن السيد الرئيس بشار الأسد التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك من الإخوة المواطنين الذين شاركوا في هذه الصلاة، يقولون له: نعم يا سيادة الرئيس، نتعلم منك معنى الصمود والصبر في مواجهة الصعاب، نتعلم منك يا سيادة الرئيس دروس التضحية والفداء لأجل المحافظة على وطننا الحبيب سوريا، الحبيبة العزيزة الأبية.
نثق بك يا سيادة الرئيس وبحكمتك في قيادة بلدنا إلى بر الأمان، إلى المستقبل الذي نتطلع إليه نحن السوريون، إلى مستقبل يليق ببلدنا الحبيب، يليق بسوريا وشعبها الصامد. أنتم من قلتم يا سيادة الرئيس للجيش العربي السوري في ذكرى تأسيسه 74، ثقتنا بكم مطلقة وأنتم أهل الثقة، أنتم المؤتمنون على حاضر الوطن ومستقبله، ونحن يا سيادة الرئيس نثق بك وأنت أهل لهذه الثقة، نأتمنك على حاضر الوطن ومستقبله وأنت أهل الأمانة. إليك يا سيادة الرئيس تهفو قلوبنا وترنو أبصارنا إلى مستقبل مشرق يحقق الآمال والطموحات بالقضاء على الإرهاب في كل سوريا. كل عام والسوريون جميعا بألف خير، كل عام وأسرة كل شهيد بألف خير، كل عام وكل جريح بألف خير وشفاؤه عاجل إن شاء الله، كل عام وأنت يا قائد الوطن وأسرتك بألف ألف خير. كنا معكم من جامع الأفرم بدمشق، نقلنا لكم وقائع صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام وفي هذا اليوم الأحد 11 من آب 2019 للميلاد، العاشر من ذي الحجة لعام 1440 للهجرة. شكرا لمتابعتكم وكل عام وأنتم بألف خير.